مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في جولتنا الإخبارية السودان هذا المساء، نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تحتفل بعيدها 65، والقائد الأعلى يؤكد قدرة الجيش على حماية التحول الديمقراطي ومكتسبات ثورة ديسمبر. انشقاق مجموعة مسلحة من حركة عبد الواحد وترتيبات لإلحاقها بالقوات النظامية بوسط دارفور. ديوان الحكم الاتحادي يستعجل ولاة الولايات لتنفيذ برنامج إسعافي لمجابهة تداعيات فصل الخريف. أهلا بكم مشاهدين. أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قدرة القوات المسلحة على حماية التحول الديمقراطي في البلاد وحماية مكتسبات الثورة المجيدة. وقال البرهان في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد 65 للقوات المسلحة السودانية إن أفراد القوات المسلحة يسطرون عبر التاريخ الملاحم والبطولات في السودان، مثنيا على دورهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف أن عيد القوات المسلحة هذا العام يحل والسودان يتأهب للاحتفال بالتوقيع النهائي يوم السبت المقبل على الاتفاق الذي يؤسس لمرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ السودان تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة. يصادف اليوم 14 من أغسطس العيد 65 لاستلام قيادة القوات المسلحة بواسطة الفريق أحمد محمد من القيادة الإنجليزية في العام 1954. سيظل هذا اليوم محفورا في ذاكرة منسوبي القوات المسلحة والشعب السوداني، مثل ما سيظل تاريخ 4 أغسطس 2019 محفورا في ذاكرتنا جميعا. رفقاء السلاح والنضال، لزاما علينا في هذه المناسبات الطيبة والتي تبركت بعيد الفداء أن نحييكم جميعا وهنئكم أبطالنا الأشاوس وأنتم تسطرون الملاحم والبطولات في تاريخ السودان الوطن الشامخ، تحرسون ثغوره وتزودون عنه مسترخصين المهج والأرواح. مواطنين الشرفاء، بلادنا تتأهب للاحتفال في 17 من أغسطس الجاري بالاتفاق الذي يؤسس لمرحلة مهمة ومفصلية من تاريخ السودان تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة. نؤكد أن قواتكم المسلحة قادرة بإذن الله على حماية ما توافقنا عليه من تحول لحكم ديمقراطي وحماية لمكتسبات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. بهذه المناسبة نجدد حرصنا على بناء قوات مسلحة قوية رادعة محترفة مهنية تمتلك أعلى درجات الجاهزية القتالية، تحافظ على قوميتها، تصون أمن وسلامة البلاد دون موالاة لأي جهة أو فئة. الإخوة رفقاء الدرب والسلاح، التحية للقوات المسلحة وهي تحتفل بأول عيد لها في ظل عهد يؤسس لديمقراطية مستدامة ستظل أبدا سندا لإرادة هذا الشعب للوصول إلى نهضته ورفاهيته. التحية للذين أسسوا لبناء قواتنا المسلحة من قادتنا السابقين من الرعيل الأول. في الختام أكرر التحايا لكم جميعا إخوتي وأبنائي في القوات البرية، قوات الدعم السريع، قوات الجوية، قوات البحرية والقوات النظامية الأخرى، لما ظلت عليه من صمود وصبر طوال تاريخها حافظة لوحدة الأمة السودانية. عاشت القوات المسلحة صرحا صامدا تتكسر عندها سهام المعتدين على مر الأزمان، وأسأل الله أن يعود علينا هذا العيد وهي أكثر منعة وقوة، الجنة والخلود للشهداء الكرماء وعجل الشفاء للجرحى. ومن جهته قال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إن القوات المسلحة ظلت عصية على كل من أراد بها سوءا وأراد التشكيك في مقدراتها، وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية ظلت على مر التاريخ محصنة بقيمها وبأدائها. وفي الأثناء هنأ رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن القوات المسلحة بعيدها 65، وحيا الشعب السوداني الذي ظل يرفد هذه القوات بخيرة أبنائه، وقال إن القوات المسلحة ظلت طوال تاريخها وفية لهذا الشعب ولتراب هذا الوطن. المرحلة الأخرى في عام 1954
حيث تمت سودنة القوات المسلحة في هذا اليوم المبارك يوم 14 أغسطس 1954، لذا اتخذته القوات المسلحة عيدا يحتفى به في كل عام. نقول لأبنائنا الأشاوس في القوات المسلحة هنيئا لكم بعيدكم هذا، وهنيئا للشعب السوداني بقواته المسلحة، وهنيئا للوطن بقواته المسلحة حامية التراب والأرض والعرض إن شاء الله. القوات المسلحة حقيقة ابتليت خلال تاريخها ابتلاءات كثيرة، لكن ظلت دائما محصنة بتاريخها ومحصنة بقيمها ومحصنة بأدائها وبواجباتها. لذلك كانت عصية حقيقة على كل من أراد بها سوء. وفي السياق ذاته أشاد رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان ببطولات القوات المسلحة والتضحيات التي قدمتها عبر الحقب التاريخية، وهنأ أفرادها المنتشرين في ربوع البلاد والمرابطين على الثغور بأعياد الجيش، وأشار لإسهامات القوات المسلحة ومشاركاتها الخارجية. القوات المسلحة السودانية ظلت قومية ومتماسكة، وتنصهر في القوات المسلحة كل قبائل الشعب السوداني، فهي وتمثل القوات المسلحة بوتقة وحدة الشعب السوداني وقوة الشعب السوداني في القوات المسلحة. ظلت القوات المسلحة حريصة على حماية العرض والعرض، وشاركت القوات المسلحة السودانية في عدد من المشاركات الخارجية في الحرب العالمية الثانية في المكسيك، وفي دحر الإيطاليين في شرق السودان في معركة كرن، وفي فلسطين 1948، حرب أكتوبر 1973، شاركت في قوات حفظ الصلاة بالكونغو وفي تشاد وفي نابيبيا، وفي لبنان ضمن قوات الردع العربية، شاركت في الحكومة في إعادة الحكومة في جزر الغمر، والآن تشارك ضمن إعادة الشرعية باليمن. طالب مختصون في مجال الموارد البشرية بضرورة اتباع منهجية واضحة لشغل المناصب التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية، وشددوا خلال ورشة نظمها تجمع مهني الموارد البشرية بالخرطوم حول منهجية اختيار الكفاءات في الفترة الانتقالية، على أهمية التوافق حول الأهداف والبرامج المراد تنفيذها، ومن ثم اختيار الأشخاص الأنسب لتنفيذ تلك البرامج، ودعوا إلى أهمية تخصيص ورش وندوات خاصة للأحزاب والتنظيمات السياسية حول المعايير العلمية لاختيار مرشحيهم لشغل المناصب المحددة. وقال عضو تجمع مهني الموارد البشرية عباس حسين إن الورشة طرحت مبادرة الجدارات التي تستند على عدد من المعارف والمهارات والأنماط السلوكية والسمات الشخصية والقدرات لاختيار الشخص الأنسب لشغل الوظيفة المحددة، مشيرا إلى أنه في حال التوافق حول الأهداف يمكن استنباط صيغة محددة لاختيار شاغل الوظائف. أكيد يعني إحنا أي مرحلة لها أهداف محددة يجب تحقيقها، ولتحقيق هذه الأهداف لابد من توفر قدرات معينة، معارف معينة، مهارات معينة في شاغلي المناصب ليتمكنوا من تحقيق هذه الأهداف. في الندوة أو في الورشة لم نحدد بالتحديد ما هي هذه الجدارات، حسبنا الجدارات اللي هي قلنا هي مجموعة المعارف والمهارات، لكن إذا توافقنا على تحديد الأهداف وتحديد البرنامج الموضوع لتحقيق هذه الأهداف يمكن استنباط القدرات والمهارات والمعارف المطلوبة، وبالتالي يمكن صياغة ما يسمى بنموذج الجدارات للوظائف الدستورية. وفي السياق قال عضو مبادرة جامعة الخرطوم منتصر الطيب إن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ مناهج جديدة للاختيار، وأشار إلى أهمية الأخذ في الاعتبار لخصوصية السوداني وتنوعه. إحنا دارين مفاهيم جديدة زي المفاهيم اللي قدمها المتحدث الأخير، يعني دارين تسود
قيم ستاندردايزيشن. يعني انا افتكر اهم من اسم الوزير منه واسم الرئيس الوزراء او وزير الداخليه والخارجيه هو المنهج، منهج الاختيار والبروتوكول. انا افتكر يعني الناس بتكون على علم بذلك، البروتوكول اللي بتشتغل به الوزاره، ودي بقت في العالم دلوقتي عندها يعني في اشياء متفق عليها. يعني الناس المدربين دي عارفين انه معايير النجاح للمؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية معروفة يعني، ولكن لازم تؤخذ الخصوصية. وجه الأمين العام ولديوان الحكم الاتحادي صديق جمعة باب الخير ولاة الولايات بالإسراع في تنفيذ برنامج إسعافي عاجل وتفعيل المجالس الولائية للدفاع المدني وإقامة غرف طوارئ الخريف برئاسة الولايات وكل محليات السودان لاحتواء الأثار الناجمة عن الخريف حفاظا على صحة المواطنين وحماية لممتلكاتهم. وكان الأمين العام ولديوان الحكم المحلي قد نفذ زيارة ميدانية تفقدية شملت كل محليات ولاية الخرطوم للوقوف على أثار السيول والأمطار الأخيرة، واطمأن على موقف المصارف الرئيسية والفرعية ومنافذ تصريف المياه بالأحياء وسير عمل غرف الطوارئ في استقبال الشكاوى من المواطنين، بالإضافة إلى الترتيبات الصحية والبيئية لمكافحة الأوبئة وإزالة تراكم النفايات خوفا من توالد الذباب والبعوض، وتحريك كل الآليات بالمحليات والوحدات الإدارية للمساهمة والعمل في درء أثار الخريف، داعيا إلى ضرورة استنفار الجهد الشعبي والاستفادة من طاقات الشباب في إحياء سنة العمل الطوعي والخدمي ومنظمات المجتمع المدني في درء أثار الخريف ومكافحة الأوبئة وإقامة حملات النظافة بالأحياء والشوارع الرئيسية والميادين العامة. كشف المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال كردفان الصافي الخير أحمد عن وضع التدابير اللازمة لمواجهة التداعيات التي قد تنجم عن فصل الخريف بكافة محليات الولاية. وأكد الصافي خلال تصريحات صحفية اكتمال الاستعدادات والترتيبات الفنية والإدارية لمجابهة تداعيات طوارئ الخريف بمحليات الولاية، وقال إن وزارته قامت بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة الوزارة تضم في عضويتها الوزارات والمحليات والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، ولفت إلى أن الغرفة تعمل على استقبال البلاغات ورصد المعلومات عن المناطق المتأثرة، كما نوه إلى أن الغرفة ستقوم بالوصول الفوري لتلك المناطق المتأثرة بقدر الإمكان تنفيذا للخطط والبرامج المراد إنفاذها. وقال المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال كردفان إن الغرفة وضعت التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث في مراحلها الثلاث والتي تتمثل في المعالجة والمواجهة وما بعد الكارثة. وكشف عن الغرفة ستقوم بتأمين الاحتياجات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء كافة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. أعلنت مجموعة مسلحة قوامها 176 مقاتلا انشقاقها عن حركة جيش تحرير السودان جنرال عبد الواحد محمد نور في أعقاب التوصل إلى قناعة بعدم جدوى الحرب واستعدادا للدخول في مرحلة السلام وإنهاء معاناة المواطنين بمعسكرات النزوح، فيما اعتبر أمين حكومة ولاية وسط دارفور ممثل الوالي حسين بخيت يوسف خلال مخاطبة القوى المنشقة بمحلية غرب جبل مرة إن القوات المشقة تعد إضافة حقيقية للقوات المسلحة، وأكد حرص الحكومة على تعزيز قضية السلام ووقف الصراع في دارفور. لتفقد الإخوة في القوات العائدة من تمرد المشقة من أخونا عبد الواحد الأخ عبد الواحد، ونحن حقيقة نفتكر بأنه هؤلاء القوات وعددهم تقريبا 176 جندي بسلاح، ونفتكر بأنه هي إضافة للسلام،
وهم نفتكر بأنهم جوا في فترة نفتكر بأنه هي من أحسن الفترات في السودان، حيث أن هنالك اتفاق تم بين الإخوة في المجلس العسكري الانتقالي وأخواننا في قوى الحرية والتغيير والحرية، فنفتكر بأنه ده تعزيز للسلام. نحن من جانبنا كحكومة الولاية نقول لهم بأنه مرحبا بهم في ولاية وسط دارفور، وإن شاء الله هم يكونوا يعني إضافة حقيقية للمنظومة الأمنية في ولاية وسط دارفور. ومن جانبه أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور العميد علي يعقوب جاهزيتهم لإدماج القوة المشقة إلى قوات الدعم السريع بصورة عاجلة، داعيا بقية الحركات المسلحة إلى تحكيم صوت العقل والجنوح للسلام لبناء الولاية والسودان. مجموعة الخلفي حاليا مجموعة نازلة ترتيبات أمنية من جبل مرة، نزلت ترتيبات أمنية ومن شقة من قوة عبد الواحد، العدد القوة 176 فرد، وانسلخت من عبد الواحد وسط حاليا في موقع عنيرتته. نحن باذن الله سبحانه وتعالى بنرحب باي مجموعه وفاتحين يدنا للسلام، اي مجموعه نحن بنرحب بها ان شاء الله للسلام، يكون امني وامان للكل ان شاء الله جبل مره، ونحن رافعين رايه السلام وعافين عن كل انسان خارج من نظام الدوله، نحن ان شاء الله عافين باذن الله سبحانه وتعالى. وفي ذات السياق أكد قائد المجموعة المشقة النحلة محمد ود النحلة أن السبب الرئيس وراء تعنت الحركات المسلحة هو عدم جدية الحكومة السابقة في التعاطي مع ملف قضايا العائدين من الحركات المسلحة ودمجهم في القوات المسلحة. وكلهم دارين السلام، لكن كلهم بيقولوا ان احنا نمشي والحكومه ما بتشتغل بينا، لا بتعالجنا، لا بتوفر لنا علاجنا، لا بتوفر لنا اكلنا، لا بتوفر لنا شرابنا، لا بتوفر لنا توصيلنا الحركي. فدي الحاجات بالنسبه اللي بتسبب انفلات كتير وبتسبب عتبه انه الناس اللي فوق ما بينزل بسببها، لكن لو الحاجات دي كلها توفرت وتنسقت وتنفذت في ارض الميدان فالحمد لله احنا واثقين تمام في كل الناس اللي فوق بينزلوا لنا بلاشك. والحمد لله الان هي الحكومه بتقول قدوره ده اصلا بيننا احنا، وقدوره قايد ده بيننا احنا، وقيادته دي لو احنا ما فينا هو ذاته ما بكون قايد اصلا، لانه الحمد لله لما الليل القايد الاول ينسلخ والقايد الثاني ينسلخ والقايد الثالث ينسلخ وقصب عنه هينزل يسلم. دعا والي غرب دارفور اللواء ركن عبد الخالق بدوي محمود الى وحده الصف لمواجهه تحديات المرحله الانتقاليه، وشدد خلال مخاطبته معايده المجموعه 17 لقوات الدعم السريع بقطاع غرب دارفور بمناسبه عيد الاضحى المبارك على ضروره تكاتف الجميع لانجاز المصالحه الوطنيه والسلام والتمسك بالوحده والتسلح بالوعي من اجل العبور الى وطن جديد وحياه كريمه للناس في معاشهم وصحتهم واحلامهم. في الوقت ذاته ثمن جهود القوات النظامية ومرابطتها في الثغور من أجل أن ينعم إنسان الولاية بمزيد من الأمن والاستقرار، ودعا للمزيد من التكاتف والعمل المشترك لضبط مظاهر الفساد والتفلتات التي تؤرق المواطنين. أكد حرص حكومة الولاية بالاستمرار في انتشار القوات لتأمين الموسم الزراعي للمرحلة المتبقية حتى يعود بالخير وفير والرخاء. هدفنا هذا الوطن الغالي الذي نحلم أن يطابق سوريا إن شاء الله. التحية لكل القوات النظامية بدون فرز والتي ترابط على الثغور من أجل أن ينعم إنسان هذه الولاية بالأمن والاستقرار إن شاء الله. ونقول لهم إن الأدوار في المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من التكاتف ومزيدا من التوحد ومزيدا من العمل المشترك إن شاء الله لضبط كل مظاهر الفساد ولكل مظاهر التفلتات التي تهرغ المواطنين. وفي السياق أكد قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور المقدم موسى حامد دوداي انتشار قوات الدعم السريع على الشريط الحدودي والمنافذ والمحليات لمحاربة الظواهر السالبة بكل أشكالها والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الذي تشهده الولاية. هذه القوة مجموعة 17 مرابطة من كلبص الصليعة سربة تندلتي لعن فربرنغا بيضة، هذه القوة الحمد لله مرابطة تماما ومنسقة تنسيق كامل وشامل مع قوات الجيش والشرطة والأمن، كلها مرابطين ومنسقين مع بعض الحمد لله رب العالمين. ونرفع التمام ربنا يعني في العيد المبارك ومن أمس الغريب الناس بترمي الجمراء في المملكة السعودية في الأعياد المباركة، والحمد لله رب العالمين أن إحنا جاهزية سرعة حس في هذه القوات. الحمد لله هي موجودة ومنتشرة في الشريط الحدودي،
ونحن جاهزين ونقول إن شاء الله ربنا يوفق المجلس العسكري وربنا يرفع السودان من البلاء والغلاء. والحمد لله نحن يعني قوات الدعم السريع من هنا نرفع التمام لإخواننا المرابطين في السعودية وفي اليمن وفي وادي الهور وفي وادي الزرق